السلام عليكم. حلقتنا النهاردة بتتكلم عن منافسة ما بين 11 شخص، كل شخص عليه نطط اكتر من التاني عشان كل تنطيطة بجنيه، فبالتالي هو ده المعيار اللي هيحدد مين اللي هياخد اكتر في الفلوس ومين اللي هيعمل اكتر عدد من التنطيطات. عنا المتنافس الاول او المتسابق الاول معتصم، فنشوف بسم الله الرحمن الرحيم الراجل ده عمل ايه. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 45. ما شاء الله عليك يا معتصم، تستاهل 45 جنيه مقابل 45 تنطيطة. تحية ليك يا ابني على المجهود العظيم ده. المتسابق الأول كان 10 على 10، المتسابق الثاني والمسمى بسيف، بسم الله الرحمن الرحيم انطلق يا سيف. يلا بينا يلا بينا. أول عدد في الحساب بسم الله. 1 2 3. معلش يا سيف، كان نفسي تكمل وتعيد مرة تانية، بس 3 عدات قليل جدا والله يا سيف. حلال عليك يا راجل الثلاثة جنيه. طيب ندخل على المتسابق الثالث، يا ترى هيقدر يحطم الرقم القياسي المسجل ب 45 تنطيطة؟ هنشوف مع المتسابق عبد الرحمن. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20. يا راجل والله العظيم تستاهل اكتر من كده، عشان حتى تشيرت المارينج اللي انت لابسه وكمان بيلينجهام يا راجل. ماشي يا عم، هارد لك، 20 عدى ب 20 جنيه مبروكين عليك. المفاجاه هنا كانت في المتسابق الرابع اللي ما كانش زي باقي الناس. باقي الناس كنا جايبينها ان هي تدخل تشارك في التحدي، انما ده كان عارف ايه هو التحدي وهو مصطفى اخويا. المتسابق الرابع هل هيقدر يكسر الرقم المسجل باسم معتصم ب 45 تنطيطه؟ هنشوف. بالتوفيق يا مصطفى. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17. احفظ الرقم يا راجل، وانا اللي معلق عليك شمعتي وبقول هتعدي الرقم 17 جنيه مبروكين عليك. المتسابق الخامس قربنا برضو، فبالتوفيق ليك يا فرج، تحاول تكسر الرقم المسجل باسم معتصم 45 تنطيطة، تاخد اكتر من 45 جنيه ان شاء الله. فبالتوفيق يا فرج. 1 2 3 4 5 6. يا راجل بقى ده اللي انا معتمد عليك انت واخويا يا راجل. 6 عدات 6 عدات. ماشي يا عم، مبروك عليك الستة جنيه. المتسابق السادس وفلوسي بدأت تقل يا جدعان، فبسم الله الرحمن الرحيم بالتوفيق يا مصطفى، بدعي لك والله انك تكسر رقم معتصم القياسي حتى لو فلوسي اللي حطير، بس فداك يا بطل، فبالتوفيق. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9. والله انا حاسس ان مفيش حد فيكم هيعرف يكسر الرقم 45 ده خالص، ومعتصم اللي هيكسب المسابقه في الاخر. نوصل للمتسابق السابع وخلاص، المتسابقين قربوا يخلصوا، والى الان معتصم المسيطر ب 45 تنطيطه، فبالتالي هل عمر هيقدر يكسر الرقم ده؟ بالتوفيق يا عمر. 3 4 5 6 7 7. 7 عدات يا راجل. ماشي يا عم، مبروك عليك السبعة جنيه، كنت اطمح ان حد يكسر رقم معتصم ويعدي ال 45 تنطيطة. معاذ هو المتسابق الثامن، فبالتوفيق يا معاذ، اتمنى انك تعمل اي حاجة، انا خلاص فقدت الامل. 1 2. الله ينور، كسر الكاميرا يا ابني. يعني كمان عملت لي تنطيطتين وكنت هتكسر لي الكاميرا يا راجل وتبوظ علينا الفيديو. شكرا يا عم معاذ، شكرا يا عم على اللقطة. فاضل 3 متسابقين وده المتسابق التاسع، فبالتوفيق يا ايمن، تحاول تكسر اي حاجة، قرب حد يقرب حتى يا جدعان من الرقم 45 تنطيطة ده. 4 4 4. والله احسن من كان عندي حق لما قلت لك ان انا فقدت الامل ايمن. 4 تنطيطات يا راجل، مبروك عليك يا عم ال 4 جنيه. بص يا مؤمن، فاضل 2 انت وشخص كمان، فارجوك ارجوك قرب قرب، مش عايزك يا عم تكسر الرقم، قرب من ال 45 تنطيطه، انا اللي هشيل الفلوس ما تقلقش، بس حد يكسر الرقم بتاع الراجل اللي عمله ده. 4 5 6 7 8 9 9. فلوسي راحت يا مؤمن على 9 عدات 9 عدات، ضيعت لي
مش عارف. مبروك عليك التسعة جنيه يا مول. المتسابق الاخير اللي هو ال 11 يعني بمعنى صح، الراجل ده شكله شيك، شكله لابس تيشرت الكوره والشورت والشراب، كان ناقص الكوتش الصراحه، مش عارف ليه قرر يلعب حافي، بس انا حاسس والله اعلم انه هيكسر الرقم بتاع المسجل باسم معتصم 45 تنطيطه. 45 جنيه هشام قرب والله، ما تقلقش مالكش دعوه بالفلوس، قرب بس من الراجل، قرب بس من الرقم اللي الراجل كسره. بالتوفيق يا هشام. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 8 عدات يا راجل، بقول لك انت لابس طقم كوره ومتشيك، 8 عدات يا راجل حرام عليك كده. مين معتصم؟ خلاص كده صح، معتصم كده الملك، معتصم هو الملك فعلا. 45 تنطيطه، الف مبروك يا معتصم، تستاهل حرفيا. يعني الكوره ثبتها على ركبتك او على رجلك او على طريقه الستايل بتاعتك في التنطيط، ليك مستقبل يا ابني ان شاء الله. فبالتوفيق ليك في اللي قادم، ونجيبك في تحديات تانية وتخسر باذن الله. 45 جنيه كان هو الرقم الاكبر، ولكن صرفنا في حدود 150 جنيه في خلال المقطع بالكامل. اتمنى ان المقطع يكون عجبك، فما تنساناش في اللايك، في المتابعه، تشترك في القناه، اهم حاجه نوصل لنص مليون، وبعدين خطوه المليون قريب ان شاء الله. شكرا لك على المشاهده، لو انت مكمل لحد هنا اشوفك في فيديو جديد وفي تحدي جديد. سلام عليكم.